مشاهدينا في كل مكان، مساء الخير واهلا بحضراتكم. لقاءنا مع حضراتكم بيتجدد من اجل قراءه وتحليل لمجموعه من اهم الاخبار الرياضيه سواء المتعلقه بكره القدم او على مستوى الرياضات واللعبات الاخرى. وهنبدا هذا اللقاء كالمعتاد بقراءه تحليليه لمجموعه من اهم اخبار النادي الاهلي ومع كرة القدم بداية هذا اللقاء. الفريق الأول بتجري استعداداته، الفريق الأول لكرة القدم استعداداته جارية على قدم وساق في معسكره الحالي في برج العرب، وبينتهي العمل على استخراج وإنهاء التأشيرات الخاصة باللاعبين. الصف المعسكر الأوروبي هيكون دولة أوكرانيا. في استعدادات طبعا تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني والكابتن محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول والقائم بأعمال مدير الكرة، واحنا شايفين لقطات بنتابعها مع حضراتكم من استعدادات وتدريبات وإقامة الفريق في المعسكر الآن في برج العرب هذه الفترة اللي بتسبق معسكره النهائي أو اللمسات الفنية والإعداد البدني في مراحله الأخيرة اللي هيتم في خلال الفترة اللي جاية من خلال معسكر الإعداد الأوروبي، اللي فيه كمان تأكيدات من الجهاز الفني للفريق الأول أنه إن شاء الله سيتضمن مباراتين مع فريقين مختلفين خلال هذا المعسكر الأوروبي، لتكون هذه هي المباريات الأخيرة اللي بيختتم بها الفريق استعداداته الخططية والفنية قبل ما يبدأ المنافسات مرة أخرى على المستوى المحلي وعلى مستوى البطولة الأفريقية. إن شاء الله تكون انطلاقة جيدة وأفضل كمان من الموسم الماضي اللي كان النادي الأهلي وفريقه الأول لكرة القدم أكثر من رائع فيها على المستوى المحلي في بطولة الدوري الممتاز، وإن شاء الله نستعيد الثقة سريعا في مشوارنا الأفريقي ونعود لصدارة مجموعتنا ونعوض ما فات أو النقاط اللي خسرناها في بداية لقاءاتنا في دوري المجموعات في دوري الأبطال الأفريقي لكرة القدم. الأهلي واصل معسكره المغلق في برج العرب والاستعدادات زي ما قلنا لحضراتكم جارية على قدم وساق. بيواصل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون وضع اللمسات الأخيرة أو التركيز على الجانب الخططي والفني والجمل والجوانب التكتيكية اللي هو حريص على تنفيذها مع الفريق في فترة الإعداد والمباريات الودية حتى يعتاد عليها لاعبو الفريق قبل خوض المباريات أو الانخراط في المباريات الرسمية. وأيضا الجانب البدني قائم على إعداده ووضع لمساته الأخيرة الهولندي ليندمان القائم بإعداد الأحمال أو الأمور الخاصة بالجانب البدني والارتفاع بالمستوى البدني للاعبين إلى أعلى مستوى قبل الانطلاقة الرسمية للمباريات مرة أخرى محليا وأفريقيا. ومن المقرر أن يختتم الفريق معسكره في برج العرب بمواجهة ودية مع فاركو يوم الثلاثاء المقبل. كابتن محمد يوسف أجرى عدد من الاتصالات للإطمئنان على لاعبين الدوليين 6 من لاعبي الأهلي في منتخب مصر الأول لكرة القدم المشارك حاليا في فعاليات نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا. والفريق طبعا بعد ساعات بيخوض اللقاء الأخير له بعد خروجه بالنقاط وبالحسابات رسميا بعد الهزيمة أمام كل من أوروغواي وروسيا، بينتظر لقاءه مع منتخب السعودية غدا في 16:00 وإن شاء الله تكون مباراة تليق بالمنتخبين، حتى لو المنتخبين ما عندهمش فعليا فرصة للاستمرار في البطولة لكن نتمناها مباراة جيدة في كل شيء تقدم فيها صورة جيدة للمنتخبين المصري والسعودي، مستوى لائق فنيا وبدنيا والتزام سلوكي وخططي وأخلاقي في الملعب، وتكون مباراة طبعا أعتقد أن هيقدم فيها كل منتخب كل ما يملك فنية أو إمكانات يظهرها لاعبو المنتخبين. نتمنى طبعا الفوز يكون حليف منتخبنا الوطني منتخب مصر في هذا اللقاء بصرف النظر عن أنه ديربي عربي، وأعتقد أن اللاعبين في منتخب مصر أو منتخب السعودية على حد سواء هيكونوا ملتزمين إلى أبعد مدى، وأعتقد أن الحسابات أو التوقعات أن هيكون في حساسية خاصة في هذا اللقاء أو أي تجاوز من أي لاعب من لاعبي المنتخبين، أعتقد إن شاء الله أنه هيجانب الصواب هذه التوقعات وأن يكون الجميع بيلعب هذه المباراة بروح جيدة وبروح رياضية واحترام المنافس من الطرفين، وإن شاء الله يتفوق فيها منتخبنا الوطني في هذا اللقاء الثالث والأخير له في كأس العالم بقيادة الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر. أجرى الكابتن محمد يوسف عدد من الاتصالات بلاعبينا شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد فتحي، سعد سمير، أيمن أشرف ومروان محسن، فضلا عن لاعب وحيد أيضا من النادي الأهلي مشارك مع منتخب آخر غير منتخب مصر هو التونسي واحد من نجوم منتخب تونس علي معلول لتشجيعه والشد من أزره. وتونس كمان بالحسابات بعد النتائج في المباراتين السابقتين لها في المونديال خرجت رسميا من مونديال روسيا 2018، ومتوقع أن ينضم سريعا بعد نهاية ارتباطات المنتخب التونسي في البطولة وفي المونديال في روسيا أن يعود للقاهرة للمشاركة والاستعداد للسفر للمعسكر الأوروبي مع لاعبي فريقه النادي الأهلي.
والمدير الفني للنادي الأهلي أيضا يبقي على 4 لاعبين من مواليد 97 في معسكر برج العرب. طبعا أمر إيجابي جدا تركيز المدير الفني للنادي الأهلي على الاستعانة بعدد من اللاعبين من مراحل عمرية مختلفة. شفنا حجم المغالاة في الصفقات في الدوري المصري في الأعوام القليلة الماضية، صفقات أصبحت بتمثل عبء كبير على خزانة أي نادي مهما كانت قدراته المالية، وطبعا من أغنى الأندية المصرية وأفضلها حالا إداريا ورياضيا وماليا وتمويليا وتسويقيا للنادي الأهلي. لكن في النهاية البحث عن البدائل المناسبة اللي ممكن تكمل مشوار النجوم الكبار وتعمل تدريجيا عملية إحلال وتجديد في صفوف الفريق بنفس المستوى وربما أفضل من سابقيهم بتكون من خلال الاهتمام والعين الفاحصة اللي بتشوف أفضل العناصر في مختلف المراحل العمرية. وهنعرف تفاصيل أكتر طبعا عما يجري العمل عليه. عندنا 4 لاعبين من مواليد 97 تم الإبقاء عليهم مع الفريق الأول، كريم نادفيد، أحمد حمدي، أحمد ريان، وناصر ماهر، هيستمروا في معسكر الإسكندرية المستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل. وهنعرف كمان عدد من اللاعبين اللي كانوا موجودين مع الفريق من عناصر أصغر سنا، ده هيقول لنا عنه تفاصيل أكتر زميلنا كريم أحمد المتواجد حاليا ومتابع للفريق في معسكره في برج العرب. مساء الخير يا كريم. كريم، يا ريت تقول لنا تفاصيل اكتر الملاحظات اللي شايفها من خلال تواجدك ومتابعتك لمعسكر الفريق الاول للنادي الاهلي في برج العرب، وراي باتريس كارتيرون حتى الان في من استقر على استمرارهم في المعسكر من عناصر من المراحل العمريه المختلفه. اكيد زي ما انت قلت استعدادات على قدر المستطاع واستعدادات مكثفه للجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون كابتن محمد المدرب العام. الامور ماشيه بشكل طيب جدا، الاستفاده هتكون كبيره جدا من المعسكر الداخلي قبل ان شاء الله المعسكر الاوروبي اللي تم تحديده بالفعل، والنادي الاهلي ان شاء الله يكون متواجد في سلوفينيا في المعسكر الاوروبي 2 يوليو حتى 9 يوليو. لكن عايز اكد على المعسكر الخاص في برج العرب، مستر باتريس بيحاول ان هو يقف على كل الامور الخاصه البدنيه الفنيه في جلسات مستمره مع اللعيبه. النهارده يمكن كان في بس الامور الخاصه بالايجاد، انت عارف طبعا كريم محمد النهارده كان كافه اللاعبين متواجدين في السفاره النهارده لانهاء بعض الاجراءات الخاصه في السفر الى المعسكر الاوروبي، ده يمكن سبب اجهاد شويه لبعض اللعيبه. شفنا يمكن النهارده عمرو السوليه ومؤمن زكريا ما شافوش النهارده في المران، سالنا عليهم طبعا من طبيب الفريق الدكتور خالد محمود، قال هم عندهم بس بعد الاجهاد سافروا صباحا ورجعوا على التمرين في برج العرب في الملعب الفرعي في برج العرب، كنا شاكين ان يكون في اي يعني شد في الخلفيه او كده، لا لكن اطمنا بشكل كبير قال ان هو اجهاد بسيط جدا. النهارده هيتعمل مختص في ثلج عقد المران اللي بدا فيها الساعه 9:30 حضره طبعا لمستر باتريس والكابتن محمد يوسف. في تاكيد كبير من الجهاز الفني على اهميه الفتره القادمه، لابد يكون في تركيز في احمال تدريجيه بتكون مع مستر مايكل ليندمان. هي يمكن هو عامل شغل كبير جدا مع مستر باتريس في تعاون وفي تفاهم كبير جدا بين مستر باتريس وبين مستر مايكل ليندمان مخطط الاحمال. النهارده يمكن ما كانش في تدريب قوي في الكوره زي ما بقول لك نظرا للاجهاد السفر الى الاسكندريه القاهره ثم الاسكندريه. النهارده كان في بعض التدريبات الترفيهيه كده للاعبين، ثم اختتم الكابتن مستر باتريس طبعا بعض الجمل البسيطه برفعات كره القدم للاعبين. زي ما بقول لك الاجهاد النهارده حاول ان هو يخفف كامل بشكل كبير جدا، كنا متخيلين النهارده يكون في تقديمه كالعاده في نهايه المران وبعض الشوط على الجول والكورسات المباراه، لكن زي ما بقول لك النهارده الاجهاد ده كان معقد شويه على اللاعبين، فكان في تفضيل من الجهاز الفني ان يكون في جرعه تدريبيه بسيطه اليوم، ثم كمان في مقصد ثلج في كل اللاعبين للاستعداد طبعا للمستشفى غدا يكون تدريب كامل بشكل. لا وده طبيعي طبعا، ده طبيعي في اي فتره اعداد لاي فريق ان بيبقى فيه مراحل حسب ظروف اللاعبين وحالتهم وكم الضغط عليهم بالتدريبات، بيبقى فيه مراحل ارتفاع وانخفاض بالحمل التدريبي والبدني طبعا عشان اللاعبين ما يصابوش باي اصابات عضليه او باجهاد طبعا يؤثر على مسيرتهم في الفتره دي. في سؤال مهم بيطرح نفسه دلوقتي، هل من خلال متابعتك و حواراتك اللي بتجري بالتاكيد على هامش وجودك في المعسكر مع المدير الفني ومع المدرب العام الكابتن محمد يوسف، هل ابدوا استعداد حقيقي وجديه للاستعانه بالعناصر الواعده جدا؟ يعني ناخد منها بس على سبيل المثال للحصر ناصر ماهر، الكل بيجمع على انه عنصر اكثر من رائع وممكن يكون من القوى الضاربه للفريق لو احسن استغلاله او الاستفاده به في الفتره الجايه بعد ظهوره بالمستوى اللي تابعناه كلنا الفني والبدني المتميز جدا بل الرائع خلال الموسم اللي فات. ايه مدى فرص العناصر دي في انها تاخد مكانها وتكمل مع مشوار النجوم الكبير الموجود في الاهلي في الفتره الجايه؟ سؤال مهم جدا طبعا يا زميلي محمد، وباكد لك ان اللي احنا شايفينه ولامسينه من مستر باتريس ان هو هيكون في استعانه بقطاع الناشئين وعناصر المميزه جدا من قطاع الناشئين بجانب ناصر ماهر اللي بيقنع على ادائه بشكل كبير جدا لمستر باتريس. يمكن هو شايف ان هو ظهر بشكل رائع خلال الموسم
الماضي قال هيكون اضافه قويه جدا، اكد اكثر من مره ان ناصر احد اللاعبين اللي هيسدوا الفراغ بلغه الكوره بلغه عبد الله السعيد، طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني، هيسد هذا الفراغ. يمكن الناس كلها عندها امل كبير ومتوسمه يعني بشكل كبير جدا في ناصر ماهر، واحد من النجوم، وزي ما بقول لك مستر باتريس كابتن محمد يوسف هيكون في استعانه كبيره، بنشوف حديث منفرد مع ناصر، بنشوف حديث منفرد مع بعض اللاعبي، بنشوف احاديث منفرده مع اللاعبين، زي ما بقول لك الكل مركز في جديه كبيره جدا في التدريبات، الكل منتظر الفرصه ان هي تكون متواجد في التشكيله الاساسي للنادي الاهلي، لكن زي ما بقول لك جميل محمد اللي احنا شايفينه ولابسينه في التدريبات ومتابعتنا هيكون في استعانه بعناصر الناشئين، وخاصه ان ناصر ماهر اللي هيكون عليه حمل كبير جدا خلال الفتره القادمه، هيكون متواجد باكد لك خلال الفتره اللي جايه هيكون متواجد في التشكيله الاساسي للنادي الاهلي، نظرا ليه طبعا ظهوره خلال الفترة الماضية وظهوره المميز والإشادة الكبيرة اللي أشاد بها مستر باتريس والكابتن محمد يوسف مع ناصر ماهر في ظهوره المميز خلال الموسم الماضي. عايز أأكد لك إن كل اللعيبة مركزة بشكل كبير في إصرار في تركيز التحذير المستمر من مستر باتريس بعدم الدخول، ما يبقاش في خشونة، الخوف طبعا في إصابات، بقول لك الحماس الكبير في معسكر فريق النادي الأهلي ده واضح في التدريبات، زي ما بقول لك التحذير ده بيتم لأن كل اللعيبة بتأدي كل اللي عندها في الملعب كده، بقول لك المعسكر هيكون معسكر ناجح ومعسكر مميز يختتم كمان النادي الاهلي في مباراه فاركو اللي هتكون على ملعب الفرعي لاستاد برج العرب. زي ما بقول لك المباراه دي هتكون فيها طبعا تمثيل في بعض الجمل التكتيكيه من استفاده، هيحاول ان هو يشوف بعض اللاعبين المتواجدين، وبتاكد كمان يمكن نقص اللاعبين في المنتخب الوطني ده الفتره اللي جايه يكون مساعد مستر باتريس ان هو اللعيبه تعود تاخد راحه كمان بعد ما يكونوا متواجدين في القاهره عقب وصولهم ان شاء الله صباح يوم الثلاثاء، ينضموا سريعا للنادي الاهلي للوقوف بقى بشكل كبير على الجمل التكتيكيه التشكيل الفتره اللي جايه. لكن بطمنك يا زميلي محمد الامور ماشيه بشكل طيب بشكل رائع جدا مع النادي الاهلي، وبغض النظر زي ما بقول لك اللعيبه مصابات غير عمرو السوليه وايضا كمان مؤمن زكريا اللي حاسه بالاجهاد بجانب رامي ربيعه وباسم علي اللي بيواصلوا طبعا عمليات التاهيل ان شاء الله باذن الله تكون طيبه المباراه الوديه، وكمان المعسكر الاوروبي اللي هتقوده النادي الاهلي يكون فيه استفاده كبيره، استقروا خلاص على مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر، لكن لسه طبعا لم يتم تحديد الاسماء الفرق اللي هتكون متشاركه، لكن بيتمنى اكيد كل التوفيق لكابتن محمد يوسف مستر باتريس في تركيز كبير، والراجل بيشتغل بكل قوه، عنده تركيز وعنده حب كبير جدا للعيبه، كمان اللعيبه بتنقل لنا الكلام ده بتقول ان الراجل بيتعامل معانا بكل احترام بكل ثقه، عارف اللعيبه كويس جدا، عارف امكانيات اللعيبه، سواء وليد ازارو اللي كان ليه حديث معاه واكد عليه ان هو يكون ركز بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي، وجال وليد طبعا عروض كثيره جدا طبعا لانه تالق بشكل لافت الموسم الماضي طبعا بالظبط، محمد اكد عليه قال له انت الموسم الماضي يعني حققت هداف الدوري، الموسم الجاي ان شاء الله تكون هداف الدوري واحسن لاعب في الدوري كمان، وليد عنده اصرار كبير اللي احنا شايفينه ان هو يكون افضل اللعيبه كمان خلال الموسم القادم. جميل محمد، بشكرك جدا على اطلاعنا على المعلومات دي ومتابعتك للمعسكر، زميلنا كريم احمد مراسل قناه الاهلي والمتواجد مع الفريق في معسكره في برج العرب، ان شاء الله هنعتمد عليك باستمرار يا كريم في الفتره الجايه، ونستمد كمان من خلال تواجدك في المعسكر اخبار اكتر وكل ما يجري في كواليس المعسكر، الحوارات اللي بتدور، كل ما يعلن عنه المدير الفني او المدرب العام او اللاعبين عن كل ما يجري او الروح العامه الموجوده معاهم في المعسكر فيما يتعلق بخطط اللعب والجوانب التكتيكيه او الفنيه، وايضا الجوانب البدنيه واستعدادات الفريق والشكل اللي هيكتمل ان شاء الله في المعسكر الاوروبي في الفتره الجايه واللي هيظهر عليه الفريق في الموسم المقبل. عندنا خبر وصلنا الان، لجنه الكره تعلن تشكيل الجهاز الفني لفريق 97. اعلنت لجنه الكره في النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره ورئيس لجنه الكره تشكيل الجهاز الفني لفريق مواليد 97، وجاء التشكيل على النحو التالي: مع حفظ الألقاب للجميع طبعا، كابتن عادل عبد الرحمن مدير فني، كرم مرسي مدرب عام، ياسر رجب مدرب مساعد، إبراهيم عبد العزيز مدرب لحراس المرمى، طارق باروكي مدرب ومخطط أحمال، ويتكون الجهاز الطبي من حسين فتوح دكتور عظام، محمد حسن أخصائي تأهيل، محمد السيد مدلج، وتولى أحمد عبد الله عيد منصب المدير الإداري. كل التوفيق للجهاز الفني والإداري والطبي لفريق الكرة من مواليد عام 97، إن شاء الله تكون الاختيارات في المكان المناسب وتكون هذه الاختيارات موفقة في مشوارها مع الفريق في الفترة المقبلة.
وده بيرجعنا طبعا للي قاله زميلنا كريم احمد واللي موجود معانا في محتوى الخبر اللي بنتابعه او بنناقشه مع حضراتكم، انه الفتره الجايه لو وفق المدير الفني او الجهاز الفني للفريق الاول مع طبعا الخبرات الموجوده اللي ممكن تمدهم بالرؤيه الاستشاريه اللي ممكن تضيف لهم كتير من خلال عناصر لها تاريخها الكبير في كره القدم وتواجدها في الجوانب الفنيه من خلال وجودها في لجنه الكره في النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب، كابتن عبد العزيز عبد الشافي، فضلا عن اسماء اخرى لها تاريخها الطويل ولها طبعا رؤيتها الفنيه المؤثره جدا اللي ممكن تبقى مع كامل الصلاحيات والاحترام الكامل لصلاحيات الجهاز الفني للفريق الاول، لكن ممكن تضيف لهم بعض الامور اللي لو ركزوا عليها يختاروا او يضيفوا لبعض العناصر الموجوده في الفريق من خلال اختيار افضل العناصر في المراحل المختلفه، وده هيوفر على النادي كمان ميزانيه ضخمه جدا لانه هيلاقي البدائل اللي ممكن تضيف لمشواره ولقوته على مستويات وعلى مستوى المواجهات المحليه والدوليه، وهتكون اولويه عنده لو العناصر دي تمت الاستفاده بيها بافضل شكل ممكن، هتوفر عليه ميزانيات ضخمه جدا. احيانا بنتعاقد مع عناصر من داخل او خارج مصر وبيكون لها البديل المناسب في اجيال من لاعبي الناشئين والشباب في النادي الاهلي. هننتقل لخبر آخر. الأهلي يجدد تمسكه بعلي معلول في انتقادات كانت مصاحبة طبعا لأداء الظهير الأيسر للنادي الأهلي ولمنتخب تونس علي معلول خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال روسيا. بالرغم من هذه الانتقادات او تحليل البعض بان اللاعب لم يظهر بالشكل الجيد او لم يقدم المرجو منه خلال مباريات المونديال، الا انه في تاكيدات على رفض فكره رحيل الظهير الدولي التونسي علي معلول ظهير ايسر الفريق، وايضا المقرر ان يعود وينضم مباشره الى اللاعبين خلال تواجدهم في الفتره الجايه في القاهره بعد العوده من معسكر برج العرب للاستعداد لبدء مرحله الاعداد في المعسكر النهائي في اوروبا. هننتقل لأخبار إيجابية وجميلة مرتبطة ببعض اللعبات الأخرى وبعيدا عن كرة القدم. إعلان قائمة فريق المرتبط لكرة السلة الخميس المقبل. حدد الجهاز الفني لفريق المرتبط لكرة السلة في النادي الأهلي بقيادة الكابتن أحمد الجرحي الخميس المقبل موعدا للإعلان عن القائمة النهائية للفريق استعدادا للموسم المقبل. نتائج المرتبط في الأهلي كانت أكثر من رائعة خلال الموسم المنقضي، حقق من خلالها الثلاثية دوري المرتبط ومنطقة القاهرة والجمهورية. ومزيد من التفاصيل هنتعرف عليها من خلال مشاركة هاتفية للكابتن أحمد الجرحي مدرب أو المدير الفني لفريق المرتبط لكرة السلة في النادي الأهلي. كابتن أحمد مساء الخير. أهلا بيك يا كابتن أحمد. طبعا كل التهنئة وكل التقدير بنقدمها للجهاز الفني وللاعبين على النتائج الرائعة والأداء الجيد اللي وصلنا لتحقيق هذه الثلاثية في الموسم الماضي، وبنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وإنجازات أكبر في الموسم الجديد. ربنا يخليك. طبعا يعني حاجه جدا يعني نقدر نقدمها لجمهور النادي الاهلي، نتعب في الاخر عشان بنشوف جمهور النادي بيبقى فرحان بالنتائج، فدي لوحدها طبعا ده تقدير معنوي كبير جدا لينا، بنستناه كل اخر موسم. والحمد لله فريق المرتبط بقاله سنتين ثلاثه الحمد لله بيكسب كل البطولات، وان شاء الله ربنا يعني يقدرنا ان احنا نقدر نحافظ على الكلام ده السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا موفقين وتحققوا نفس المستوى وافضل باذن الله. كابتن احمد قول لنا الى اين وصلتم في مرحله وضع اللمسات الاخيره للاعداد للموسم الجديد او الاستقرار على العناصر الفنيه اللي هتمثل وهتكون ضمن قائمه فريق المرتبط في الموسم القادم. والله حضرتك عارف ان 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 الجيل السنه دي اللي هيلعب المرتبط هو الجيل مواليد 2003 2004. متبقي معايا من فريق السنه اللي فاتت سبع لعيبه مواليد 2003. في بعض الولاد كنا مودينهم اعاره السنه اللي فاتت لان طبعا كان فرصتهم في المشاركه بعيده. ودينا في نادي الصيد لعيبه، في نادي الصالات، نادي الشرقيه الدخان، لعيبه كثيره. فرجعناهم طبعا، زائد ان احنا طلع لنا من تحت 14 سنه جيل 2004 كامل حوالي 15 لعيب مع التدعيمات يعني اللي احنا بنشوف ان هي ممكن تفيدنا، فبيبقى عندنا حوالي 30 لعيب. لازم طبعا القائمه توصل لماكسيمم 18 ل 20 لعيب. فطبعا انا بادئين بقالنا بالظبط كده من نص رمضان بقى بعد العيد شغالين يعني بنقيم الولاد في عمليه المفاضله والتقييم للاعبين في الوقت ده بالظبط من ناحيه بدنيه من ناحيه. طب بصراحه يا كابتن احمد اكيد الجمهور مشاهدين عايزين يعرفوا منك دلوقتي، هل الامر بنسبه كبيره محسوم او الفوارق واضحه جدا ولا في بعض العناصر وبعض المراكز محيره متقاربه جدا في المستوى ولسه ما وصلتش لقرار؟
لا طبعا في مش اقل من 10 ل 12 لعيب طبعا، بتبقى فروقهم باينه ان هم طبعا دول حاجزين اماكنهم بمجهودهم الفني، لكن طبعا في بقى بقيه القايمه طبعا بيبقى فيها حيره لان المستويات فعلا قريبه من بعض، بس بنشوف الانسب بقى لطريقه لعبنا وطريقه ادائنا واحتياجاتنا هتكون ايه، وكان عليها ان هنسكن اللعيبه ان شاء الله في الاماكن بتاعتها. اللي هيبقى ليه نصيب معانا ان شاء الله هيكمل معانا السنه دي، اللي ملوش نصيب فيه بعض اللعيبه برضو خصوصا من جيل 2004 اللي هو لسه صغيرين، عارف حضرتك في فروقات بتبقى من الولد اول سنه مرتبط او ثاني سنه مرتبط عند سن بلوغه خصوصا في النواحي البدنيه عاليه. معاك يا كابتن. هنقدر ان احنا ال 30 لعيب هم قوام النادي الاهلي نحافظ عليهم بشكل ان احنا هيبقى معانا قايمه هتلعب باسم النادي الاهلي السنه دي، وهيبقى في قايمه مصغره بنسبه يعني تقوم 100% بالاتفاق طبعا مع كابتن طاهر مدير بتاعنا في دول برضو عشان يبقى تواصل السنه الجايه، لان اللعيب لما يعني لو اتسجل وما لعبش طبعا افيد له انه نوديه اعاره انه يكون مشترك في المباريات، انه يلعب له 30 40 جيم على مدار الموسم، يجي السنه اللي جايه بيبقى كسب خبره الماتشات افضل طبعا من موجود متسجل وما بيلعبش في النادي. اكيد. طيب سؤال اخير قبل ما نختتم الحوار معاك كابتن احمد، هل كمان بتطلعوا على مستوى استعداد او تحضير المنافسين للموسم الجديد؟ احنا فين وسط مستوى اي اضافات جديده لاي فريق من الفرق اللي بتنافس الاهلي في مرحله المرتبط على الالقاب المختلفه، وهل احنا في الصداره ولا لا؟ هل عندنا افضل العناصر ولا لا؟ هل بتبص حواليك عشان تعمل مقارنات فنيه وتحاول تكون عندك المجموعه اللي هي الافضل وتشكل افضل مجموعه عناصر قبل ما ينطلق الموسم بالمقارنه بالمنافسين ولا لا؟ والله انا اقول لحضرتك طبعا احنا عارفين طبعا المنافسين وفي تدعيمات وفي يعني يمكن الجيل ده في السنه في ال 14 سنه الجيل ده اخذ تاني الجمهوريه، عمل ماتشات كويسه اخذ تاني الجمهوريه، كان الاتحاد السكندري واخد اول الجمهوريه، سبورتنج فرقه قويه جدا، الفروق ما بين الانديه قريبه، لكن انا بصراحه عشان ابقى امين مع حضرتك طبعا كلنا كل واحد بيدعم فرقته من وجهه نظره بالشكل اللي هو شايفه، لكن انا اللي بحب ان انا دايما ازرعه في الولاد معايا ان انا ماليش علاقه بمنافس، انا ماليش علاقه بحاجه، احنا النادي الاهلي، النادي الاهلي ده يعني جمهوره مش بيقبل غير بالمركز الاول، ده اللي احنا بنشتغل معاه، خصوصا ان لو حتى يعني هنفترض ان في فرقه فنيا اعلى منك ده مش مبرر ان انت تخسر، التيشيرت اللي انت لابسها كفيله ان انت تموت نفسك الروح القتاليه والشغل البدني والجوانب الخططيه يقدر يعوض، مش دايما الافضل او الاعلى فنيا هو اللي بيكسب، اللي بيكسب اللي بيتمرن اكتر، اللي بيلتزم اكتر، اللي بيضحي اكتر، اللي مركز في هدفه اكتر، وده سلاحنا السنين اللي فاتت، احنا السنه اللي فاتت فنيا على الورق كان كل الناس بتقول ان الاهلي ممكن يخش ثالث رابع، الحمد لله الولاد عملوا يعني عدوا مرحله يكسبوا ثلاث بطولات بدون ولا هزيمه. جميل، ان شاء الله تكونوا موفقين واداء افضل ونتائج كمان افضل وانجازات اكتر في الموسم اللي هيبدا قريبا ان شاء الله. بشكرك جدا للمشاركه معنا كابتن احمد الجرحي مدرب فريق المرتبط لكره السله في النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا قبل ما نواصل هذا اللقاء مع حضراتكم نتوقف مع حضراتكم دلوقتي مع فاصل قصير. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، خبر من الاخبار المفرحه جدا بالنسبه للعبه السباحه ورياضات تحقق الكثير وربما لا تلقى نفس القدر من الاهتمام او الدعم المالي او الرعايه او المتابعه والاهتمام الاعلامي بقدر رياضات اخرى ينفق عليها الكثير ويقدم لها الكثير ولا تحقق ما يتحقق في بعض الرياضات وبعض اللعبات اللي فيها ابطالنا من الرجال والسيدات من الشباب ومن الفتيات الأبطال في رياضة أو أخرى على مستوى المنافسات الفردية بيحققوا لنا أحيانا نتائج على المستوى الدولي والعالمي لا تتحقق على الإطلاق في اللعبات الجماعية. فريدة عثمان بتحرز ذهبية السباحة في دورة ألعاب البحر المتوسط في إسبانيا، نجمة السباحة المصرية فريدة عثمان لاعبة المنتخب الوطني نجحت في إحراز الميدالية الذهبية في سباق 50 متر فراشة وتحطيم الرقم القياسي بزمن قدره 25 ثانية و48 من 100 من الثانية لدورة ألعاب البحر المتوسط في إسبانيا، ونجح 5 من السباحين المصريين في الوصول إلى نهائي منافسات السباحة في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة هناك في إسبانيا وتستمر حتى 3 من يوليو المقبل. تأهل كل من فريدة عثمان نهائي سباق 50 متر فراشة، ويوسف القماش نهائي سباق 100 متر صدر، علي خلف الله نهائي 100 متر حرة،
يوسف عبد الله نهائي 100 متر ظهر، بالإضافة إلى عبد الرحمن سامح في سباق 50 متر فراشة، وكانت فريدة عثمان قد أحرزت فضية في الميدالية الفضية في سباق 100 متر فراشة، بينما مروان القماش برونزية 200 متر حرة. ووصل عدد الميداليات اللي حققتها البعثة المصرية حتى الآن 13 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 3 ذهب و4 فضة و6 برونز. كل التقدير لأبطالنا، وإن شاء الله تتواصل الأرقام أو الإنجازات اللي بتتحقق هناك واللي بنسعد بيها طبعا في أي رياضة. كل من يمثل الرياضة المصرية والعربية والأفريقية بهذا الشكل المشرف بالتأكيد بيكون محل تقدير واحترام منا جميعا. هننتقل مع حضراتكم لمنتخب مصر المشارك في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، واللي بيلتقي مع المنتخب السعودي غدا في 4 PM غدا الاثنين، في اللقاء الأخير للمنتخبين بعد خروجهم بالحسابات رسميا من الدور الأول للمونديال، دوري المجموعات في المونديال، وخلاص مش هيستمروا في السباق المنتخب المصري أو المنتخب السعودي بعد أن مني كل منهما بهزيمتين في المباراتين اللي خاضهم حتى الآن. المنتخب بيختتم تدريباته استعدادا لمواجهة السعودية، وطبعا في تصريحات كثيرة جدا، بيشارك جميع اللاعبين مستعدين للمشاركة في ملعب أو على ملعب التدريبات، بتجري على ملعب فولجا جراد أرينا استعدادا للقاء المنتخب السعودي في 4 PM غدا. الاستعدادات بتجري على قدم وساق لهذا اللقاء اللي الجهاز الفني واللاعبين بيتمنوا يحققوا فيه شكل ونتيجة مختلفة عن اللقاءات السابقة، ويبقى على الأقل ختام جيد لتواجد الفريق هناك أو يترك ذكرى جيدة عن الكرة المصرية بعد أن طبعا أصبحت المهمة صعبة وأصبح من المستحيل الاستمرار بالنقاط والحسابات في سباق المونديال. فتبقى هذه المباراة فرصة أخيرة لتقديم أفضل ما لدى الجهاز الفني واللاعبين في هذا اللقاء. وأعتقد كمان المنتخب السعودي بينظر للمباراة من نفس الجانب أو من نفس المنظور. بيغيب فقط عن التدريبات الجماعية مدافع الفريق عمر جابر اللي بيؤدي بعض التدريبات الفردية. أسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء المنتخب المصري طبعا أمور تنظيمية وإدارية للفريقين وطاقم التحكيم. هيرتدي منتخب مصر القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء، ويرتدي حارس مرمى طاقم أزرق، بينما يرتدي المنتخب السعودي طاقم أخضر وحارس مرمى طاقم أصفر، مما سيجعل قميص طاقم التحكيم باللون الأحمر في هذا اللقاء. المنتخب ينفي اعتزال صلاح دوليا بعد المونديال. الحقيقة مش عارفين مصدر هذه التسريبات، بعض وسائل الإعلام أو الوكالات الدولية، CNN الأمريكية أذاعت بعض الأخبار عن أن محمد صلاح نجم المنتخب الأول ونادي ليفربول مستاء لاستغلاله سياسيا حسب وصف CNN بعد لقائه مع رئيس الشيشان ومنحه الإقامة أو الجنسية، ما أطلق عليه طبعا بعض الأمور المتعلقة بتكريمه سياسيا هناك في الشيشان على هامش تواجده في المونديال مع المنتخب الوطني. بينفي جملة وتفصيلا إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ما تردد حول دراسة محمد صلاح الاعتزال دوليا عقب انتهاء منافسات المنتخب في كأس العالم في روسيا بمواجهة المنتخب السعودي غدا. وأضاف مدير المنتخب المصري أن الاتحادات الوطنية لديها تعليمات مشددة حول عدم الدخول في أي مهاترات أو الحديث عن الأمور السياسية أو الدينية أو العنصرية. وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم هو من يسأل عن فكرة الاستغلال السياسي لصلاح، وإذا كانت هناك أزمة سياسية في مدينة غروزني فلماذا تم وضعها أو وضعها فيفا ضمن المدن القادرة على استضافة المنتخبات المشاركة في المونديال. وبيؤكد أن الأمريكية حاول تفكير اللاعب في اعتزال اللعبة دوليا لاستغلاله سياسيا بإجباره حسب وصف CNN على مقابلة قديروف رئيس تماما. وأضاف مدير المنتخب الأول لكرة القدم صلاح لم يتحدث معنا في مسألة الاعتزال على الإطلاق، ولا أعتقد أن لديه نية لذلك، ومنتخب مصر ليس طرفا في الأزمة من الأساس، فبيقول أن احنا مش طرف في هذا الحوار وليس لنا دخل به على الإطلاق. كرم كردي يقول كوبر لن يوافق على تجديد عقده مع المنتخب. بيقول كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد الأول لكرة القدم من الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني لن يوافق على تجديد تعاقده عقب كأس العالم المقام حاليا في روسيا والممتد حتى يوم 15 من الشهر المقبل. وأضاف اليوم في تصريحات له أعتقد أن كوبر لن يوافق على التجديد حتى إذا عرضنا عليه التجديد. وأضاف أيضا أن المدرب الأجنبي هو الأفضل للمنتخب الوطني، وأشار إلى أن لاعبي المنتخب بدأوا في الدخول لأجواء مباراة السعودية الأخيرة بدوري المجموعات، وأشار إلى أن اللاعبين يشعروا بحجم المسؤولية الملقاة عليهم. واختتم تصريحاته قائلا واجهنا سوء حظ في مباراتي أوروغواي وروسيا بجانب أن الحكم جانبه توفيق في مباراة روسيا. الحقيقة في بعض النقاط تحتاج إلى وقفة،
بمنتهى الموضوعية والصراحة، الفترة اللي فاتت شفت جدل كبير قوي آراء تهاجم كوبر، تقول أن كوبر فشل ولم يقدم أي شيء على الإطلاق. آراء أخرى قالت يجب أن نفتخر بما قدمه المنتخب حتى الآن وندعمه ونقف بجانبه ونصطف خلف المنتخب، وأنه لم يكن موفق فقط ضربة حظ اللي أدت إلى خروجه في الدور الأول، وأن كوبر مدير فني رائع وليس هناك أفضل مما قدمه كوبر حتى الآن. الحقيقة بنحتاج مساحة موضوعية شوية في الرأي، ننظر إلى ما تحقق. ما تحقق هزيمة في مبارتين، خروج من الدور الأول، لا يعد بأي مقياس نجاح على الإطلاق. البعض هيرجع الأمر إلى أن التعاقد مع كوبر كان بشروط، هرجع للشروط دي مرة تانية، أنه كان مطلوب منه ينافس على كأس الأمم. خسرنا كأس الأمم في المباراة النهائية، وهو ليس أيضا إنجاز. مصر طول عمرها لما بتوصل لمباراة نهائية في نهايات كأس الأمم بتحقق اللقب، ومن الصعب جدا أن منتخبنا الوطني يخسر مباراة دولية في المنافسات الأفريقية وهو بينافس على الكأس أو على اللقب في المباراة الأخيرة. فلا يعد أمر نقول أنه إنجاز تحقق الوصول النهائي، حتى لو كانت دي الشروط. كانت ربما رؤية قاصرة لاتحاد كرة القدم المصري أنه ينظر للشروط بسقف طموحات منخفض جدا، بينما إمكاناتنا، اللاعبين الموجودين عندنا، الأندية اللي هم فيها حاليا، عدد المحترفين، وجود لاعب بإمكانيات وإنجازات محمد صلاح لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية بالأرقام، مش هنقول بحجم الموهبة، كان ممكن يغير من خريطة شكل أداء منتخبنا لو كانت النزعة أو الفكر أو الرؤية الفنية مختلفة تماما، وعندنا طموحات أكبر من كده شوية في عيون أو في عقل الجهاز الفني قبل ما يبدأ المونديال. أعتقد أن الدولة وفرت كل شيء، أو اتحاد الكرة وفر مباريات، وفر احتكاك جيد، مباريات دولية قوية. المجموعة اللي وصلنا من خلالها لكأس العالم أعتقد أننا كنا الأفضل فيها على الإطلاق ونستحق التأهل، وليس إنجازا أن نتأهل لكأس العالم طالما إمكاناتنا بهذا الشكل، لاعبين بكل المقاييس الفنية وبحسابات أي مدير فني، أفضل من الجيل الحالي من لاعبي الكونغو، أفضل من الجيل الحالي من لاعبي أوغندا، وأيضا بالمقارنة بمنتخب غانا كان في مرحلة انتقالية. صحيح كان لنا في مرحلة سابقة إخفاقات أمام المنتخب الغاني، لكن كان عنده مشكلة بيغير جهازه الفني، لم يكن موفق بدليل نتائجه بعيدا عن مواجهاته مع منتخب مصر في باقي المجموعة. أعتقد أن لاعبينا بالتأهل لكأس العالم وحققوا هذا الإنجاز وإحنا سعداء به، ولكن هل كان يجب أن يكون سقف طموحات المنتخب الوطني أكثر ارتفاعا؟ سقف طموحات اتحاد الكرة في التفاوض والتعاقد مع كوبر أعلى وأفضل من هذا، أنه لو تأهل يبقى لازم ينافس، خاصة بعد أن ننظر أو ينافس على تخطي دوري المجموعات والدور الأول، خصوصا أن احنا وفقنا في أن مجموعتنا ما كانتش أصعب مجموعة ومش أسوأ مرحلة ممكن نعدي منها في هذه المجموعة، لأن أعتقد أن مستوانا ما كانش بعيد جدا عن المنافسين في مجموعتنا، وكان عندنا فرصة حقيقية بإمكانات الجيل الحالي من النجوم اللي بيحققوا نجاح كبير على مستوى فرقهم وأنديتهم المختلفة في العالم. أعتقد برؤية فنية ومدير فني عنده رؤية مختلفة وأكثر جرأة في أداء كرة القدم وفي فنيات كرة القدم، أعتقد كانت هتبقى الحسابات مختلفة. لكن تبقى مساحة من الاحترام للآراء اللي بتقول أنه بالأرقام والنتائج هو ده ما وعد به هكتور كوبر، هو ده ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد المصري لكرة القدم، ومن يرضى عن هذه النتائج يعني لوجهة نظر علمية أو منطقية بتتكلم بالأرقام. ما نقدرش نقول طبعا أن الراجل ما حققش إنجاز هو التأهل للنهائيات، ولكن بعد غياب طويل جدا، لكن المتفائلين كانوا هيقولوا ان احنا عندنا فرصة افضل من كده وكان يمكن ان نؤدي ونحقق نتائج واداء فني افضل من كده. نتمنى لهم التوفيق في مباراتهم بكرة، يكونوا مركزين فيها ان شاء الله ويؤدوا بالشكل الامثل وعلى قدر الجيل اللي موجود من اللاعبين اللي عنده امكانيات وخبرات احترافية كبيرة. حبقى مع تصريح اخير للاستاذ كرم كردي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، انه بيقول ما فيش حاجة في الفترة الجاية هتودينا للتعاقد مع مدرب مصري، مدير الفني قادم اجنبي. برضو الامر محتاج دراسة، اللجنة الفنية في اتحاد الكورة، الخبرات الموجودة في الاتحاد، الاستعانة ببعض الخبرات اللي ممكن تفيدهم في الرؤى في الفترة الجاية، اجتماعاتهم بعد تقييم التجربة تقييم علمي وموضوعي بعد أن تنتهي وبعد نهاية مباراتنا مع السعودية، هو اللي هيحدد مين على أجندة التعاقدات عالميا متوفر للتعاقد مع منتخب مصر، وهل هيكون إضافة وهل هو أفضل بتجاربه والسي في بتاعه وإنجازاته السابقة، ولا المدير الفني المصري المتوفر أو الأسماء المطروحة لتولي مهمة المنتخب. مش عايزين نبقى قافلين على نفسنا الرؤية ونقول لا هنجيب مدرب مصري قبل ما نشوف الاختيارات، لا هنجيب مدرب أجنبي، لا محتاجين ندرس الموضوع بتأني ونشوف الأفضل للاعبينا ورؤيتهم للفترة اللي فاتت وتقييمهم لها واحتياجاتهم في الفترة الجاية مع رؤية طبعا اتحاد الكرة والقائمين على أمور الرياضة وكرة القدم في مصر، وإن شاء الله يتحقق الأفضل لمنتخبنا بإذن الله. كوبر بيقول أو بيتكلم في هذا الاتجاه، بيقول حافظوا على قوام المنتخب، هذا الجيل قدم الكثير واللاعبون يحتاجون المساندة لاكتساب الخبرات. يؤكد الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أن اللاعبين حاولوا واستعادوا عافيتهم في الفترة الأخيرة وحاولوا من جديد وقدموا جهد كبير في المباراتين أمام أوروغواي وروسيا في الجولتين السابقتين،
وقال فترة الإعداد كانت أكثر من ممتازة، وإن الخروج من الدور الأول كان بالنسبة لنا ضربة قوية موجعة، كنا نتمنى تحقيق المزيد أو الكثير وتخطي دوري المجموعات والتأهل إلى دور الـ16. وليست لدينا أعذار في المباراة القادمة، نركز على الفوز في مباراة السعودية، ندخل مباراة السعودية، كلام على لسان المدير الفني هكتور كوبر بهدف الفوز فقط، وليس لدينا أي بدائل أخرى. وأعتقد أن يعني أن كوبر بيتكلم بجدية شديدة عن رغبته الملحة هو وجهازه الفني ولاعبيه في الفوز بهذا اللقاء قبل مغادرة المونديال في روسيا. بيقول أيضا ردا على إمكانية مشاركة اللاعبين المحترفين في الدوري السعودي أنه سيختار أنسب 11 لاعب يبدأ بهم المباراة، وليس لديه سوى هدف واحد هو تحقيق الفوز، وأنه لا يفكر في أي نادي يشارك اللاعب، سواء النادي ده بيلعب لاعب في أوروبا في السعودية في أي مكان. بيقول بعيد عن حساباتي تماما فكرة أنه في بعض لاعبي المنتخب محترفين في السعودية، وأعتقد أن في النقطة دي كلامه منطقي، لأنه ليس لها علاقة أن لاعب بيأدي مع منتخب وطن ومحترف في أي دوري من دوريات العالم، ملهاش علاقة بجديته ورغبته في الفوز وتقديم أفضل ما لديه لمنتخب بلده. وبفترض ده موجود في لاعبينا كلهم طبعا بصرف النظر عن الأندية أو الدوريات اللي هم محترفين فيها. كوبر يضيف لقاء السعودية مجرد مباراة كرة القدم، بيقول أتمناها مباراة جيدة وأتمنى الفوز للمنتخب الوطني وأن أتفوق على المنتخب السعودي وأن يقدم المنتخبان مباراة كرة قدم فقط بعيدا عن أي حسابات أو بعيدا عن أي حساسية محتملة يتحدث عنها البعض، وأنا بتفق معه تماما في هذا الأمر. لازم نركز على كرة القدم، منتخب عربي شقيق، أكيد البطولة لها حسابات خاصة أو بتعد بالنسبة للمنتخبين ديربي وبطولة خاصة قبل مغادرة المونديال، على الأقل حسابات التفوق فنيا وكرويا على المستوى العربي في هذه المواجهة، لكن نتمناها أيضا في الملعب وبعيدا عن أي عنف أو أي مبالغة أو أي خروج عن النص. إن شاء الله يكون الفوز حليف منتخبنا ويقدموا مباراة تليق بإمكانات اللاعبين وقدراتهم اللي احنا عارفين أنها عالية جدا، وأنها ربما في ظروف مختلفة كان يمكن أن تقدم أفضل من هذا في هذا المونديال وفي ظروف المجموعة اللي تأهلنا للعب من خلالها في الدور الأول. أعتقد كان عندنا فرصة وإمكانات لاعبينا كان يمكن أن تقدم أفضل من ذلك، وإحنا عندنا ثقة كبيرة جدا في إمكانات اللاعبين وخبراتهم والأندية اللي هم محترفين فيها وما اكتسبوه من خبرات أثقلت موهبتهم في الفترة اللي فاتت. وبتفق طبعا مع المدير الفني للمنتخب الوطني انه الامر لازم يكون بعيد تماما عن اي خروج عن اللائق خلال هذه المباراه من لاعبي المنتخبين، وان شاء الله يكون في احترام للمنافس من كل منتخب من المنتخبين في هذا اللقاء، ويكون التركيز على ان نقدم افضل ما لدينا في فنيات كره القدم. كوبر يقول حققت شروط تعاقدي مع منتخب مصر بنسبه 100%، واعتقد ده كنا بنتكلم عنه من شويه. الراجل بالحسابات بيقول انا صعدت ونافست، كان تعاقدي مع اتحاد الكرة على المنافسة من أجل المنافسة على نهائيات كأس الأمم، وقد كان تأهل للمباراة النهائية. كان الوعد اللي أنا التزمت به ضمن شروط التعاقد أن أتأهل لنهائيات المونديال وقد كان. قال كان عندي طموح في الفترة الأخيرة أنا واللاعبين لتخطي الدور الأول، ولكن لم يحقق هذا الطموح، وبيقول أنه حزين جدا للخروج من الدور الأول. هنعرف رأي نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا الكابتن شريف عبد المنعم. مساء الخير يا كابتن شريف. مساء الخير يا محمد، ازيك؟ اهلا بحضرتك وسعداء بمشاركتك معانا. كابتن شريف، رايك ايه الحديث اللي بيدور من لحظه ما انتهت المباراه الثانيه وخروجنا رسميا من المونديال بعد الهزيمه امام كل من اوروجواي وروسيا، الجدل الكبير المثار حول اللاعبين، حول طريقه الاداء، حول مستوى الجهاز الفني او المدير الفني تحديدا، حضرتك رايك ايه؟ والله احنا كلنا عارفين ان كان في عناصر كتير قوي حصلت للمنتخب قبل ما احنا نخوض التصفيات. كان لازم احنا نؤمن ان الراجل ده الرحله اللي هو عملها والوعود اللي عملها هو نفذها خلاص. انما اللاعبين المحترفين بتوعنا لم يسعفوا الامر وما خدوش الشكل الجدي او الشكل الاحترافي للخوض المباريات. وان كان يعني عزائنا الوحيد ان في فرق كبيره واكبر مننا وخبره عننا كلنا في نفس المأزق وفي نفس الشكل حصل لها، قيسه حتى بالفرق العربيه كلها، يعني فرقه المغرب فرقه محترمه جدا، تونس ما شاء الله فرقة محترمة، إنما برضو عندها من الإخفاقات وعندها من عدم التمركز وعندها من اللعيبة في الخطوط معينة زي الدفاعات كده مش زينا بالظبط، يعني مش على المستوى. لا ده هو في اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها كابتن شريف كل المنتخبات العربية الآن خرجت من المونديال رسميا، التقييم بس عن طريقة الأداء، يعني المنتخبات العربية بالفعل نتائجها خلاص أبعدتها عن المونديال. أعتقد إن ال السنغال هي الوحيده اللي بتكلم هنا عن منتخب افريقيا اليوم، ونيجيريا فازت في مباراه كمان لسه عندها فرصه، يعني نيجيريا عندها فرصه، هم دول فرقتين اللي النهارده كان السنغال ممكن تحقق
شكل جيد جدا ان هي تكون في الدور القادم. اللي انا عايز اقوله لك كلنا عارفينه وكلنا شفنا ازاي امكانياتنا كده، هي امكانيات مش اكتر من كده. الاسلوب الشكل الهجومي حتى اللي عمله، احنا لعبنا قدام روسيا 45 دقيقه احنا ما شفناش قبل كده، احنا ضايعين 3 4 اجوان قدام روسيا، وتاني تايم ضيعنا 3 4 اجوان برضه. طب يعني هل حضرتك شايف يا كابتن شريف، حضرتك شايف ان احنا قدمنا افضل ما لدينا مع الاراء اللي بتقول ان احنا لا يبقى نوجه اي يوم للجهاز الفني او للمدير الفني او للاعبين وهم قدموا افضل امكانات لديهم في هذه المباريات، ولا مع راي تاني اللي بيقول ان لا كان لدينا افضل من هذا بظروف فنيه مختلفه او جهاز فني مختلف كان ممكن يبقى في حال افضل من كده دلوقتي؟ حضرتك مع اي راي من الرايين وليه؟ مع احترامي لكل الاراء طبعا، يعني هو ما يعني باللعيبه الموجوده دي الامكانيات بتاعتهم هم اللي كانوا يقدروا يشتغلوا. المدرب بيقول الخطه بتاعته واللعيبه بتنزل تنفذ، يعني احنا طول عمرنا بنلعب على الكلام وبننزل ننفذ الامكانيات اللي عندنا، الامكانيات الهجوميه اللي احنا بنملكها، اللي احنا بنترجم ليها شكل وجودنا في الملعب، شكل وجودنا قدام المنافس مهما كانت قوه المنافس. فاعتقد ان امكانيات اللاعبين اللي موجوده هي دي ومتلاحمه، يعني عندهم تلاحم ورمضان في النص واعداد برضه في اللعيبه، يعني وفي لعيبه دخلت وفي لعيبه كملت زي كوكا كده بعدين ما لقيناهوش، لقينا ان مروان هو اللي بيخوض المسابقه، وفي لعيبه وعدنا ما هنشوف شيكابالا هنشوف يعني في لعيبه برضو يعني الاكتمال الشكلي او النصاب الشكل القوام الاساسي لم يكتمل منتخب مصر على الماتشات الاعداد اللي كانت موجوده، وانا بقول للعيبه دي امكانياتكم وانتوا قدمتوا بالروح اللي انتوا تقدروا عليها واتحرمتوا من محمد صلاح بقى المباراة، اعتقد كان يفرق معانا كتير قوي محمد صلاح في المباراه الاولى، واحنا ما لناش حظ بيني وبينك كمان، احنا كنا ممكن نكسب روسيا في اول تايم، احنا ما عندناش توفيق، يعني لو في توفيق ان احنا ما وفقناش في التهديف يا كابتن شريف، ان احنا ما كناش بنحرز اهداف حتى لو ادينا بشكل جيد في بعض الفترات. الارجنتين كده لم توفق كبير قوي يا جماعه، المانيا كابو كوسينا اوقاتنا يعني ان هم لولا الكوره اللي جابوها امبارح كانت زينا ولا لا، يعني انا مش عارف. طيب اللي انا عايز اقوله لك ان في فرق كبيره قوي واكثر مننا كتير قوي تعرضوا لنفس الموقف ده، انما في فرق طبعا زي كرواتيا دي وبلجيكا حقيقه عاملين شكل ايديال، يعني شكل مثالي يحترم ومثالي بالنسبه للعالم كله يتفرجوا عليهم، خط وسط عمود فقري لاي فرقه في العالم، دفاعات مستميته وبتدافع عن نفسها ومحترمه الخصم على اقصى درجه، عندك لسه لم نشاهد نيمار بقوته ولم نشاهد ميسي انما كريستيانو رونالدو بصم بصمته، في حاجات في كاس العالم فيها مميزات اللي احنا اتفرجنا عليه ده، وعلى فكره كاس العالم قوي جدا، انت لاول مره احنا نقول احنا مش عارفين مين اللي هياخد كاس العالم، يعني اول مره انت وانت بتتفرج مفيش توقعات، مفيش توقعات لفريق محدد. انا ما زلت بقول ان المانيا هي اقوى فرقه موجوده، يعني انا الالمان بالمجموعه بتاعتهم دول بيلعبوا كوره شامله الحقيقه وبيضغطوا ضغط. عموما يا كابتن شريف الموضوع محتاج وقت المناقشه والالقاء الضوء على المباريات والمستوى الفني، وان شاء الله نسعد بيك، بنسعد بيك دايما في استوديو قناه النادي الاهلي، وان شاء الله يبقى في حوار مستفيض نسمع من خلال وجهه نظرك وجهه نظر عدد من النجوم السابقين في الكره المصريه وفي النادي الاهلي حول المتوقع وحول مشوار المنتخبات المختلفه وتصاعد ادائهم تدريجيا اللي هنشوفه في الفتره الجايه مع استمرارهم في مشوار النهائيات في كاس العالم في روسيا. بشكرك جدا للمشاركه معنا في هذا الحوار كابتن شريف عبد المنعم. كوبر بيقول استقبلوني في مصر استقبال اكثر من رائع، وفروا كل ما احتجنا اليه، فتره الاعداد كانت اكثر رائعه، وعشان نكون منصفين لازم ننقل وجهه النظر عن الكثيرين اللي بيقولوا اننا حققنا حلم التاهل بالنسبه للبعض، هو في حد ذاته حلم بدليل بيدللوا على ده بعدم تاهل منتخبات اسمها كبير جدا في عالم كره القدم على المستوى الاوروبي والعالمي زي ايطاليا وزي هولندا. نبقى منصفين ونسمع وجهات النظر المختلفه، ونتمنى فقط ان يتأنى اتحاد الكره وياخذ وقته والا يسارع باصدار تصريحات لحد ما ننهي مشوارنا ورحلتنا في روسيا ونعود، وتبدا دراسه الامر والافضل للفتره الجايه بشكل علمي وبشكل عملي بشكل تدريجي في وقت وفي حسابات دقيقه، ما نسبقش الاحداث بتصريحات ربما لا تكون يعني موضوعيه او دقيقه في هذا التوقيت، لان الفريق لسه ارتباطاته مستمره هناك حتى غدا ان شاء الله.
أخيرا بيان رسمي صدر عن اتحاد الكرة لكرة القدم بيقول حول الأزمة المفتعلة أو التصريحات دون وجه حق ودون سند، تصريحات غير دقيقة والكلام على لسان المسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم عن أي نوع من التجاوز أو المتاجرة بتذاكر المونديال أو الفساد في عملية توزيع وبيع التذاكر. يعني البيان بيشمل تفاصيل كثيرة جدا هتجدوه على المواقع المختلفة الرياضية وعلى موقع الاتحاد المصري لكرة القدم، ولكن خلاصة هذا البيان بيقول أنه تمت الأمور وفق الضوابط المتفق عليها والمحددة بشكل إلكتروني وبشكل دقيق وعلمي وباطلاع الاتحاد الدولي على طريقة بيع وتخصيص وتوزيع هذه التذاكر، وأن احنا التزمنا بكل البنود اللي تم التأكيد عليها من خلال ضوابط الاتحاد الدولي. وبيؤكد الاتحاد المصري على عزمه وتصميمه على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من أدلى ببيانات غير صحيحة تثير البلبلة في هذا الشأن لدى الرأي العام. وأخيرا جهاد جريشة هو ثامن حكم مصري يظهر في المونديال بعد أسماء ظهرت على مدار مشوار المونديال منذ عام 34 وحتى الآن. في نهاية هذا اللقاء بنتمنى التوفيق مرة تانية لمنتخبنا غدا في لقاء أمام السعودية، إن شاء الله يقدموا مباراة كرة قدم جميلة وتكون ختام جيد على طبعا نقيض النتائج اللي تحققت في الجولتين السابقتين سواء للمنتخب المصري أو السعودي، ويكون الفوز حليف منتخبنا وأن يقدم المنتخبان كرة عربية مصرية سعودية جميلة في هذا اللقاء ومنافسة شريفة في الملعب دون أي خروج عن النص أو دون أي عصبية أو خروج عن اللائق أو تجاوزات. فريقين إن شاء الله يلعبوا مباراة بروح طيبة وبروح شقيقين عند المواجهة بينهما، ويكون التفوق والفوز لمنتخبنا الوطني إن شاء الله وجهازه الفني ولاعبيه. في نهاية هذا اللقاء أنا بشكر حضراتكم على المتابعة، انتظرونا برامجنا ومتابعتنا مستمرة وخدمتنا المتنوعة الرياضية مستمرة عبر شاشة قناة الأهلي. بشكر حضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء.